مرتين بقى بس انا عندي فكره ايه احنا نقفل الباب برافو عليك شاطر ذكي يا اختي اختي السيوخ الايدي جوي اللي دخل الحياه ده بقى ما يعديش من تحت ايدي. اه خلي بالك دي نجمه كبيره جدا في عالم المشاهير والشهره، بس فيسبوك وتيك توك وانت بتعملها لايك اوعى تعملك بلوك. مين قال لك انها تعدي يا صاحبي؟ احنا اللي هنعدي. بس لما ارسم لها الخطه اللي في دماغي. ايه ده يا خابوش؟ انت بتعرف ترسم؟ انا كنت فاكرك حيامي بس بصراحه. هات الشاي ده. اتفضل يا استاذ فنان. لا يا سامي يا سام، بص بيكاسو. واو البت دي كبيرها تتكمر في الخن ونطلب اللي يقدرنا عليه شرنا. فتوي يا خيبوش ايه الخطه؟ يا نهار اسود، ما انا لسه قايل لك دلوقتي كبيرها بيكمرها في الخن. ولا عايزني اعلق حياتي في وسط الحاره واقول ان احنا خلاص يا امونياس؟ ايه يا خيبوش الجو اللي انت بتعمله بتاع حسن حسني ده؟ هتتشهي انت كده؟ هتتشهي انت تحبسنا كده؟ خلاص يا امو مصطفى خدش جوه ده بقى خيبوش في ايه؟ انا بس كنت عايز افهم يا صاحبي ايه هو الكلام؟ كلام هنقول والسلام هنسمعه، المهم دلوقتي يلا بينا نقوم على الخن عشان نحط الخطه العريضه. الخطه العريضه بتقدم في المشاريع الصغيره انت يا خيبوش. يا عم قوم قوم اخلص. سؤال صغنن بس قبل ما نقوم، سؤال اجيومي، يعني ايه خن؟ يا عم قوم يا عم قوم. خلاص يا خيبوش بيحرق خيبوش في ايه؟ انت بقى بنت امبابه والله يا شباب. الله يخليك يا عم عربي. انا عربي وافرنجي وانجليزي وكل حاجه. ايه بس بقى يابا، ايه هتفضحنا؟ انا خلاص مش قادره مش قادره. هو انا كل ما ابص كده الاقي تلات اشكال ما لهمش علاقه خالص بحياتي الخاصه؟ هو انت يا راجل انت مش قلت لك منين ما اكون موجوده في حته تخفى من وشي؟ بقول لك ايه، هو انا مش عامله لك حظر؟ لسه ما جاتش 8. امشي. بقول لك يا اختي العوم، ما تنسيش بقى الكوتش اللي قلت لك عليه مقاس 41. يا جزمه يا خلف عره، ما هو طبعا شبه ابوك، مفيش فايده. اطلع بره بره. احنا غرفه داهيه. ماشي برافو عليك يا روحي. اخس. بالمناسبة المناسبة السعيدة دي يما بقى اتبحلنا الفرخ. يما الفرخة كبرت في السن حرام. فتح عينين اختك بقى على كلام فاضي، انا بتاعت اكل والكلام ده. يما جعانة عايزة اتعشى. يا قلب امك، انت الوحيد اللي انا شايلها تحت المخدة ربع رغيف كله وانت ساكت. حاضر يما حاضر. تنسيش بقى ال 500 جنيه. ها 500 مالوش جنيه. بعد اذنك يا اختي، بعد اذنك يا امي. حقيقي انا ما عرفتش اربيكم والله العظيم. حبيبتي ما تنسيش بقى ال ها افراح. ايه يا يما؟ ايه يا روح امك؟ ايه يا حبيبتي؟ يا جنيله حتى انت يا افراح. حبيبتي يما اتكلي على الله يا افراح. انت على طول كسبت امك؟ ما انا امك يا بنت.
هم كويسين. النبي يا اختي عشان حبوكي بيعملوا معاكي عشان بقى كانك متربيه معاهم طول عمرك. انت وحشتيني قوي يا امي. انا عايزه اتكلم معاكي كلام كتير قوي. اه يا ضنايا لو تعرفي انا كنت بفكر فيكي قد ايه. يا خلاصي بقول لك ايه يا بت. ايه انت دلوقتي تخشي تاخدي شمر شاور ايه شاور ما تدقيش وتلبسي البيجامه بتاعت اختك وتيجي تنامي في حضني. يعني انت متاكد يا خيبوش من الاخبار اللي انت بتقولها لي دي؟ الا متاكد. عيب عليك يا صاحبي. بنت اختهم دي بنت راكبه المسرح كل صورها ماليه الكباري. يعني بنت مقرشه وكمانها غالي. ما بلاش بلاش يا خيبوش بلاش السكه دي عشان دي سكه ليوح ما بيرجعش تاني. يا زميل جنب قلبك يا باش خفيف كده. انا عمري دبستك في حوار كتير. خلاص يبقى تسمع كلامي. الحمد لله يا رب في بنت حضنك حلو يا بنت حبيبه امك. سبحان الله الظاهر ان انا علاجي اني الاقي عيالي ولا ايه؟ او حياتك حاسه كده ان حاجه من عقلي وروحي اتردت لي. يا حبيبتي حلويتي انت عارفه انا كنت سايباكي عامله زي البتنجان السودا كده بس خرات البنات خرتك. طلعلك يا امي ربنا يخليكي لي يا رب وما بعدناش عن بعض تاني. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. بلاش كده يا حبيبتي. سامحي يا ماما سامحي شعرفك اللي السبب ده كان ظروفه ايه. معلش عندك حق يا امي بعد اللي احنا شفناه ده مش مستاهله والله لا ندعي على حد ولا نحاسبن على حد. اه والله يا حبيبتي قولي لي يا عمري يا قلبي انت ال 20 سنه اللي فاتوا دول عشتيهم ازاي وفين ومع مين؟ ايه اللي حصل؟ بص يا حبيبتي بعد ما بابا مات الله يرحمه. ابوكي مات؟ اه يا حبيبتي مات. يلا في 60 ده هيخلي الشر وراح. هتبقي بتاعتي لوحدي. اه مات محصور على فلوسه الله يجازيه بقى حسبي الله ونعم الوكيل اللي خدهم. يا بنتي فيكي ايه؟ ما قلت لك ما تدعيش على حد. الله انت مالك يا امي الناس دي اذتنا انت متضايقه ليه؟ لا عايزاكي تبقي حلوه تبقي حلوه من جوه كده وتسامحي يا نعومي. الله عليك يا امي. يا رب الدعوه ما تجوش في حد. يا رب يا حبيبتي. يا حبيبه قلبي وعملتي ايه بعد كده؟ عشتي ازاي؟ عمتي بقى هي اللي ربتني. انت عشتي مع عمتك؟ ماتت. بس تبقي بتاعتي لوحدي يا روحي. ايوه يا حبيبتي. بصي بقى يا امي بعد ما ماتت ايوه بقيت تقريبا بعمل كل شهر حفله في بلد شكل. ما شاء الله. اه والله بتعيديني بتعيدي امجادي يا روحي ما شاء الله. شفتي؟ ايوه كل ولادي فنانين. جنتي الوراثيه قويه قوي. اسمها جيناتي الوراثيه يا اختي. جينات من جنات كله ماشي كله بيغني. ما شاء الله عليكي. وبتكسبي كويس؟ الحمد لله. بتقبضي بايه بقى؟ بانه عمله؟ والله حسب البلد اللي ببقى فيها. الصلاه على النبي. ما شاء الله عليكي يا بنت امبابه. الله اكبر. حبيبه قلبي ربنا يكرمك يا رب يحافظ عليكي وما تنسيش امك. ها يبقى هاتي يا حبيبتي فلوسك اشيلها لك عشان ما حدش يضحك عليكي. حبيبتي سيبك بقى من الفلوس ومن كل الكلام ده. الدعوه اللي انت قلتيها دي بالدنيا وما فيها. يا روح قلبي ربنا يخليكي وافرح بيكي يا رب. يا نعم يا رب عقبال ما الاقي الباقيين بحق جاه النبي يا رب. يا رب يا حبيبتي. يا رب يا حبيبتي. سي جزر حلو بنجر ياك ما تقرصها زماره. هي بيال يا ابني ما تخلص. حاضر شيش فشور ولا عسليه. هي الحاجات دي لازمتها ايه؟ اكيد بيلعبوا بيها. طب ما احنا كده ما بنعرفش نلعب. يبقى بلاش نلعبها. قلت لك من الاول بلاش بقى نعمل اي حاجه وخلاص. زمره انت مش عاجبني كده ووشك اصفر. اعمل ايه بس عسليه؟ دلوقتي الناس متفقه معايا ان لازم نجيب 50 والسادات وانا قلت ال 50 والسادات قالوا لي ان هم مسافرين. اعمل ايه انا دلوقتي واخد من الناس عربون؟ عربون؟ عربون ايه يا زماره؟ في ايه يا عسليه؟ عربون ايه اللي خدته؟ ال 1000 جنيه. 1000 جنيه بتاعت ايه؟ ما احنا صرفناها سوا يا عسليه. انا صرفت حاجه؟ ايوه فاكر لما قلت لي انا عايز اكل جبنه حمراء جبت لك جبنه حمراء. جبنه حمراء ب 1000 جنيه؟ اه صحيح جبنه حمراء. ها اقل حاجه في الجبنه الحمراء ب 390 جنيه. قول 400 جنيه يا زماره. فين بقيت ال 1000 جنيه؟ مش قلت لي عايز زيتون كلمالا؟ زيتون كلمالا؟ زيتون كلمالا ده بكام؟ اقل زيتون كلمالا ب 190 جنيه. 190 جنيه و 300 800 جنيه. الباقي فين يا زماره؟ يعني كلهم حاف؟ مش جبت عيش طويل ابو سمسم الغالي الواحد بجنيه وجبت 40 رغيف يبقى ب 90 جنيه. 90 جنيه و 800 يبقى 1150. 1150 يبقى انا صرفت ال 1150. هات بقى 50 جنيه. صدق ظلمتك؟ يعني انت كده عايز 50؟
خد يا عم عشان ظلمتك 60 جنيه اخ ولا كل الاخوات حبيبي يا عسليه. المهم دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ اعتذر للناس؟ انا عندي حته دي فقيره. تعال تسلم ايديك يا تونه يا قمر. مالك مش عارفه اركب الترند؟ ترند ايه؟ صورتك وانت في سته ابتدائي. لما صورك في ابتدائي ماليه الالبوم اللي جوه في المكتبه. لا راح في الزلزال. مش انا قلت لك انك من ايام الزلزال؟ لا انت قلت لي ان انا السبب في الزلزال. يعني من ايام 92 برضه. يبقى عليك يا ابن سلمي. اسمعي. ايه؟ ضيع الالبوم ده علامه. اللهم صل على النبي. علامه على ايه؟ علامه على ان احنا لازم نشوف لك عيله جديده. ما تقولش سويرس. انا نفسي اروح مهرجان الجونه. هيمنعوكي في كمين السويس. تملي كده تحبطني يا ابن سلمي. اسمعي بقى، احنا بجد عايزين نعمل حدوته كده عشان الحوارات اللي عماله تحصل حوالينا دي لازم يبقى لنا نصيب فيها. حوارات ايه وحدوته ايه؟ العيله اللي انت منها لازم تبقى حد شبهك يليق عليكي. الام بالتحديد لازم تبقى شبهك. ما تقولش، اوعى تكون اللي في بالي. هو في غيرها؟ لا يا عمرو، انت عارف انا عيش العمر كله لقيتك ولا ان الشلوريه دي تطلع امي في اخر المسلسل. يا بنت ركزي بقى معايا، الحدوته كلها شويه ورق ونخلص. بس لازم حدوته تتصدق. سيما اسمعي، كان يا مكان ويا سعد يا اكرام، سنه 49 وهو احسن الاعوام. يا ما شاء الله عليك. كان في ست طيبه بترضع بنتها الصغيره في شقه صغيره في ميدان عابدين. بحب ميدان عابدين. الست دي قاعده في امان الله وبدات تسمع الشباب الوطنيين وهم بيملوا الشوارع. سعد سعد يحيى سعد. يحيى سعد طبعا، طول عمرها مكافحه. المهم الكونستابل الانجليزي لمحها فوق كتاف الشباب، سحب البندقيه وشد الاجسام. حرب كرموز عارفاه. ونشن عليها لمحته بنتها على كتفها ده. قالت له لا بنتي لا يا جنب الكونستابل. هي وليا اوفر وتعملها. عملت كده الطلقه جت في كتفها ده. جريوا بيها الشباب الوطنيين على هوسبيتاليا. حلو. في وسط ده كله نسيوا مين؟ يا دي عايزه نبهة جوني. مالك يا اخو؟ ابوس ايدك ركزي بقى. نسيوا بنتها الصغيره اللي هو انت. انت بتتكلم جد؟ يا حبيبتي يا مامي. واحلى كوبايه شاي لمصر حتتنا. مالك شاي انت راجل ستك ليه؟ ضاع منك السكسفون في الميكروباص. ميكروباص ايه يا ولع؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ها؟ انت دماغك فكت منك؟ خلاص 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 خلاص، هونها تون. مسير الهباب يبقى كباب. يا ولع اللي ايده في الميه. اللي ايده في الميه اهواجي، ولازم تفكوه عشان ربنا يفكها عليكم. اقول لك ايه بس يا ولع؟ ايام زمان ايام الحصابون الكبير كان الكار بتاعنا مليان طلب وسلطنه. مش كانت الناس بتشتغل بالسماعات؟ سماعات يا مايسترو. دلوقتي زمن المهرجانات، يبقى نقول صاجات، والصاجات بتجيب جنيه. تعتقدوا زمانكم زمن غيركم؟ انت لازم تعملوا زي الناس ما اتطورت. طوروا نفسكم يا مايسترو. يعني عايزني اعمل ايه؟ البس قميص من الشجر وانزل البنطلون وامشي زي البطو سترو؟ لا انت تلبس قميص مشجره وتطلع القميصو ويبقى برضو 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 كده. ضممت لكم العلاج. تعالى يا جميله الطيبه بفرحه النهارده نصبح ومس عليكم من تنجيد سامح سيكسيك. احلى مسا واحلى تحيه ليكم. موعدنا الان مع نجوم المهرجانات السادات وفيفتي. هاي هلا هاي بكرة السيري بيسموه هنشاهد السيوسة ونفرح العروسة. يا ناس يا مبسوطة سمعونا زغروتة. بس
سر احمد حمدي حاضر دي جي اوكي. ولاد ابني ما خيبوش يا ولاد النصابة اتصدعت ده عسليه وزماره. طب والعمل ايه خيبوش اللي ليه لقيتهم والزفه زفتنا العادي النصابة. ايوه النصابة لا ده فيفتي ولا ده السادات. بقول لكم ايه انتوا الكذابين ده فيفتي وانا السادات. لا انت مش مركز انا المفروض السادات وانت فيفتي.